بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلاة باب بدء الأذان حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا محمد بن بكر حا وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حا وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر انه قال كان المسلمون حين قدموا المدينه يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها احد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر: اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاه. باب الامر بشفع الاذان وايتار الاقامه. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد حا وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن عليا جميعا عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. زاد يحيى في حديثه عن ابن عليا: فحدثت به أيوب فقال: إلا الإقامة. وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن ابي قلابه عن انس بن مالك قال ذكروا ان يعلموا وقت الصلاه بشيء يعرفونه فذكروا ان ينوروا نارا او يضربوا ناقوسا فامر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه وحدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا خالد الحذاء بهذا الاسناد لما كثر الناس ذكروا ان يعلموا بمثل حديث الثقفي غير انه قال ان يوروا نارا وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد. قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس. قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. باب صفة الأذان. حدثني أبو غسان المسمعي مالك بن عبد الواحد وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو غسان: حدثنا معاذ. وقال إسحاق: أخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوائي، وحدثني أبي عن عامر الأحول، عن مكحول، عن عبد الله بن محيريز، عن أبي محذورة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الأذان، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله ثم يعود فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة مرتين حي على الفلاح مرتين زاد اسحاق الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حدثنا عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة مثله باب جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا خالد يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان ابن ام مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى، وحدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الإسناد مثله، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. وحدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن حماد بن سلمه حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير اذا طلع الفجر، وكان يستمع الاذان، فان سمع اذانا امسك والا اغار، فسمع رجلا يقول: الله اكبر الله اكبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظروا فاذا هو راعي معزا باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسال الله له الوسيله حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن حدثنا محمد بن سلمه المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوه وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن علقمه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله للوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل للوسيلة حلت له الشفاعة. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية، عن خبيب بن عبد الرحمن بن اساف، عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله اكبر الله اكبر، قال: الله اكبر الله اكبر، ثم قال: لا اله الا الله، قال: لا اله الا الله، من قلبه دخل الجنه. حدثنا محمد بن رمح: اخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي: حا وحدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ولم يذكر قتيبة قوله وانا باب فضل الاذان وهرب الشيطان عند سماعه. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبدة عن طلحة بن يحيى. عن عمه قال: كنت عند معاوية بن أبي سفيان، فجاءه المؤذن يدعوه إلى الصلاة، فقال معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحدثنيه إسحاق بن منصور: أخبرنا أبو عامر: حدثنا سفيان عن طلحة بن يحيى. عن عيسى بن طلحه قال سمعت معاويه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا قتيبه بن سعيد وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة ستة وثلاثون ميلا. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش بهذا الاسناد حدثنا قتيبه بن سعيد وزهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم واللفظ لقتيبه قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط، حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس. حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي، حدثنا خالد يعني ابن عبد الله، عن سهيل عن أبيه، عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اذن المؤذن ادبر الشيطان وله حصاص. حدثني اميه بن بسطام حدثنا يزيد يعني ابن زريع حدثنا روح عن سهيل قال: ارسلني ابي الى بني حارثه قال: ومعي غلام لنا او صاحب لنا. فناداه مناد من حائط باسمه قال واشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت انك تلقى هذا لم ارسلك ولكن اذا سمعت صوتا فنادي بالصلاه فاني سمعت ابا هريره يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ان الشيطان اذا نودي بالصلاه ولا وله حصاص حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا المغيره يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نودي للصلاه ادبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التاذين فإذا قضي التأذين أقبل، حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له: اذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال حتى يظل الرجل ان يدري كيف صلى باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيره الاحرام والركوع وفي الرفع من الركوع وانه لا يفعله اذا رفع من السجود حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وسعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن نمير كلهم عن سفيان بن عيينة واللفظ ليحيى قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاثي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين حدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاه رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم كبر فاذا اراد ان يركع فعل مثل ذلك واذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك ولا يفعله حين يرفع راسه من السجود حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين وهو ابن المثنى حدثنا الليث عن عقيل حا وحدثني محمد بن عبد الله بن قهراذ حدثنا سلمة بن سليمان أخبرنا يونس كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد كما قال ابن جريج كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي قلابه انه راى مالك بن الحويرث اذا صلى كبر ثم رفع يديه واذا اراد ان يركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا حدثني ابو كامل الجحدري حدثنا ابو عوانه عن قتاده عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحويرث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما اذنيه واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك وحدثناه محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة بهذا الإسناد أنه رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. باب إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة إلا رفعه من الركوع فيقول فيه: سمع الله لمن حمده. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة كان يصلي لهم فيكبر كلما خفض ورفع فلما انصرف قال: والله اني لاشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن جريج اخبرني ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من المثنى بعد الجلوس ثم يقول ابو هريره اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب اخبرني ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث انه سمع ابا هريره يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقوم بمثل حديث ابن جريج ولم يذكر قول أبي هريرة: إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة كان حين يستخلفه مروان على المدينة، إذا قام للصلاة المكتوبة كبر. فذكر نحو حديث ابن جريج وفي حديثه فاذا قضاها وسلم اقبل على اهل المسجد قال والذي نفسي بيده اني لاشبهكم صلاه برسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في الصلاة كلما رفع ووضع، فقلنا يا أبا هريرة ما هذا التكبير؟ قال: إنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن، عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة أنه كان يكبر كلما خفض ورفع، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان عن مطرف قال: صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي بن أبي طالب فكان اذا سجد كبر واذا رفع راسه كبر واذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا من الصلاه قال اخذ عمران بيدي ثم قال لقد صلى بنا هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم او قال قد ذكرني هذا صلاه محمد صلى الله عليه وسلم باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفيان، قال أبو بكر: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري، عن محمود بن الربيع، عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن يونس حا وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقترئ بام القران حدثنا الحسن بن علي الحلواني حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد حدثنا ابي عن صالح عن ابن شهاب ان محمود بن الربيع الذي مج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من بئرهم اخبره ان عباده بن الصامت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بام القران وحدثناه اسحاق بن ابراهيم وعبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله وزاد فصاعدا وحدثناه اسحاق بن ابراهيم الحنظلي اخبرنا سفيان بن عيينه عن العلاء عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاه لم يقرا فيها بام القران فهي خداج ثلاثه غير تمام فقيل لابي هريره انا نكون وراء الامام فقال اقرا بها في نفسك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سال فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي واذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى اثنى علي عبدي واذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وقال مره فوض الي عبدي فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال فاذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. قال سفيان: حدثني به العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب. دخلت عليه وهو مريض في بيته، فسألته انا عنه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثني محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب مولى بني عبد الله بن هشام بن زهرة اخبره انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاه فلم يقرا فيها بام القران بمثل حديث سفيان وفي حديثهما قال الله تعالى قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي حدثني احمد بن جعفر المعقري حدثنا النضر بن محمد حدثنا أبو أويس أخبرني العلاء قال سمعت من أبي ومن أبي السائب وكانا جليسي أبي هريرة قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثة بمثل حديثهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو اسامه عن حبيب بن الشهيد قال سمعت عطاء يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه الا بقراءه قال ابو هريره فما اعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلناه لكم وما اخفاه اخفيناه لكم حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب واللفظ لعمرو، قالا: حدثنا اسماعيل بن ابراهيم اخبرنا ابن جريج عن عطاء قال: قال ابو هريره في كل الصلاه يقرا، فما اسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعناكم، وما اخفى منا اخفينا منكم. فقال له رجل: ان لم ازد على ام القران. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يزيد يعني بن زريع عن حبيب المعلم، عن عطاء قال: قال أبو هريرة: في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرا بام الكتاب فقد اجزات عنه ومن زاد فهو افضل حدثني محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن ابي سعيد عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام قال ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال ارجع فصل فانك لم تصل حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا علمني قال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد فصلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية وساقا الحديث بمثل هذه القصة وزاد فيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر باب نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتاده عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر أو العصر فقال أيكم قرأ خلفي بسبح اسم ربك الأعلى فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير قال قد علمت أن بعضكم خال جنيها حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى فلما انصرف قال أيكم قرأ أو أيكم القارئ فقال رجل أنا فقال قد ظننت أن بعضكم خالجنيها حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي كلاهما عن ابن أبي عروبة عن قتادة بهذا الإسناد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر وقال: قد علمت أن بعضكم خالجنيها. باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار كلاهما عن غندر. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبة في هذا الاسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتاده اسمعته من انس قال نعم نحن سالناه عنه حدثنا محمد بن مهران الرازي، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها حدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك، باب حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة. حدثنا علي بن حجر السعدي، حدثنا علي بن مسهر، أخبرنا المختار بن فلفل عن أنس بن مالك: حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له. حدثنا علي بن مسهر عن المختار عن انس قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين اظهرنا اذ اغفى اغفاءه ثم رفع راسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي آنفا سوره فقرا بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ثم قال اتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله اعلم قال فانه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه امتي يوم القيامه انيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فاقول رب إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك زاد ابن حجر في روايته بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء أخبرنا ابن فضيل عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءه بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم، باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام، تحت صدره فوق سرته، ووضعهما في السجود على الأرض، حذو منكبيه. حدثنا زهير بن حرب، حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا محمد بن جحادة، حدثني عبد الجبار بن وائل عن علقمة بن وائل ومولا لهم، أنهما حدثاه عن أبيه وائل بن حجر، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر. وصف همام حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع، أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهما، ثم كبر فركع، فلما قال: سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. باب التشهد في الصلاة حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ان الله هو السلام فاذا قعد احدكم في الصلاه فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فاذا قالها اصابت كل عبد صالح في السماء والارض أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله، ولم يذكر، ثم يتخير من المسألة ما شاء. حدثنا عبد بن حميد حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود، قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث منصور، وقال: ثم يتخير بعد من الدعاء. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو نعيم، حدثنا سيف بن سليمان قال: سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الله بن سخبرة، قال سمعت ابن مسعود يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السوره من القران واقتص التشهد بمثل ما اقتصوا حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر اخبرنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وعن طاووس عن ابن عباس انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وفي رواية ابن رمح: كما يعلمنا القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا عبد الرحمن بن حميد، حدثني أبو الزبير عن طاووس، عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري ومحمد بن عبد الملك الأموي واللفظ لأبي كامل. قالوا حدثنا أبو عوانة عن قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي. قال صليت مع ابي موسى الاشعري صلاه فلما كان عند القعده قال رجل من القوم اقرت الصلاه بالبر والزكاه قال فلما قضى ابو موسى الصلاه وسلم انصرف فقال ايكم القائل كلمه كذا وكذا قال فارم القوم ثم قال ايكم القائل كلمه كذا وكذا فارم القوم فقال لعلك يا حطان قلتها قال ما قلتها ولقد رهبت ان تبكعني بها فقال رجل من القوم انا قلتها ولم ارد بها الا الخير فقال ابو موسى اما تعلمون كيف تقولون في صلاتكم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا فقال اذا صليتم فاقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم احدكم فاذا كبر فكبروا واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين يجبكم الله فاذا كبر وركع فكبروا وركعوا فان الامام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد يسمع الله لكم فان الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده واذا كبر وسجد فكبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلك بتلك واذا كان عند القعده فليكن من اول قول احدكم التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا أبو غسان المسمعي حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن سليمان التيمي كل هؤلاء عن قتادة في هذا الإسناد بمثله، وفي حديث جرير عن سليمان عن قتادة من الزيادة وإذا قرأ فأنصتوا، وليس في حديث أحد منهم فإن الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده، إلا في رواية أبي كامل وحده عن أبي عوانة، قال أبو إسحاق: قال أبو بكر بن أخت أبي النضر في هذا الحديث فقال مسلم تريد أحفظ من سليمان فقال له أبو بكر فحديث أبي هريرة فقال هو صحيح يعني وإذا قرأ فأنصتوا فقال هو عندي صحيح فقال لم لم تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا انما وضعتها هنا ما اجمع عليه حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتاده بهذا الاسناد وقال في الحديث فان الله عز وجل قضى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال قرأت على مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري وعبد الله بن زيد هو الذي كان أري النداء بالصلاة. أخبره عن أبي مسعود الأنصاري قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد: أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم. قال: سمعت ابن ابي ليلى، قال: لقيني كعب بن عجرة، فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: قد عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. حدثنا زهير بن حرب وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن شعبة ومسعر عن الحكم، بهذا الاسناد مثله وليس في حديث مسعر الا اهدي لك هديه حدثنا محمد بن بكار حدثنا اسماعيل بن زكرياء عن الاعمش وعن مسعر وعن مالك بن مغول كلهم عن الحكم بهذا الاسناد مثله غير انه قال وبارك على محمد ولم يقل اللهم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا روح وعبد الله بن نافع، حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له، قال اخبرنا روح عن مالك بن انس، عن عبد الله بن ابي بكر، عن ابيه عن عمرو بن سليم: اخبرني ابو حميد الساعدي انهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قول اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد حدثنا يحيى بن ايوب وقتيبه وابن حجر قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. باب التسميع والتحميد والتأمين. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل عن أبيه، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث سمي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما اخبراه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا امن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث مالك، ولم يذكر قول ابن شهاب. حدثني حرملة بن يحيى، حدثني ابن وهب، أخبرني عمرو أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال أحدكم في الصلاة آمين، والملائكة في السماء آمين، فوافق إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي. حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن، عن سهيل عن ابيه، عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال القارئ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال من خلفه آمين، فوافق قوله قول أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. باب ائتمام المأموم بالإمام حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وأبو كريب جميعا عن سفيان قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري قال سمعت أنس بن مالك يقول سقط النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده فحضرت الصلاة فصلى بنا قاعدا فصلينا وراءه قعودا فلما قضى الصلاه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا سجد فاسجدوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن أنس بن مالك قال: خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا ثم ذكر نحوه حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صُرع عن فرس فجحش شقه الأيمن بنحو حديثهما وزاد فإذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا ابن أبي عمر حدثنا معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه، فجحش شقه الايمن بنحو حديثهم، وفيه: اذا صلى قائما فصلوا قياما. حدثنا عبد بن حميد: اخبرنا عبد الرزاق، اخبرنا معمر عن الزهري: اخبرني انس ان النبي صلى الله عليه وسلم سقط من فرسه، فجحش شقه الايمن وساق الحديث. وليس فيه زياده يونس ومالك حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبده بن سليمان عن هشام عن ابيه عن عائشه قالت اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ناس من اصحابه يعودونه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فصلوا بصلاته قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً. حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد يعني ابن زيد، حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا: حدثنا ابن نمير حا وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي جميعا عن هشام بن عروة بهذا الإسناد نحوه. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وابو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت الينا فرانا قياما فاشار الينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا فلما سلم قال ان كدتم انفا لتفعلون فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا ايتموا بائمتكم ان صلى قائما فصلوا قياما وان صلى قاعدا فصلوا قعودا حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن ابيه عن ابي الزبير عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا ثم ذكر نحو حديث الليث. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. حدثنا محمد بن رافع، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن خشرم، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: لا تبادر الإمام إذا كبر فكبروا، وإذا قال: ولا الضالين فقولوا امين واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد حدثنا قتيبه حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، إلا قوله: ولا الضالين فقولوا آمين، وزاد ولا ترفعوا قبله. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ واللفظ له، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن يعلى وهو ابن عطاء سمع ابا علقمه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنه فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فاذا وافق قول اهل الارض قول اهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه حدثني ابو الطاهر حدثنا ابن وهب عن حيوه ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال سمعت ابا هريره يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون باب استخلاف الامام اذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس وان من صلى خلف امام جالس لعجزه عن القيام لزمه القيام اذا قدر عليه، ونسخ القعود خلف القاعد في حق من قدر على القيام. حدثنا احمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا زائده، حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبيد الله بن عبد الله قال: دخلت على عائشه فقلت لها: الا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلّى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه. ثم أفاق فقال: أصلّى الناس؟ قلنا لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب، ففعلنا فاغتسل. ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قالت والناس عكوف في المسجد ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاه العشاء الاخره قالت فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ابي بكر ان يصلي بالناس فاتاه الرسول فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرك ان تصلي بالناس فقال ابو بكر وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس قال فقال عمر انت احق بذلك قالت فصلى بهم ابو بكر تلك الايام ثم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفه فخرج بين رجلين احدهما العباس لصلاه الظهر وابو بكر يصلي بالناس فلما راه ابو بكر ذهب ليتاخر فأومأ إليه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأخر، وقال لهما: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، وكان أبو بكر يصلي وهو قائم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هات، فعرضت حديثها عليه فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت لا، قال هو علي. حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع، قالا حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال قال الزهري واخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عائشه اخبرته قالت اول ما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ميمونه فاستاذن ازواجه ان يمرض في بيتها واذن له قالت فخرج ويد له على الفضل بن عباس ويد له على رجل آخر، وهو يخط برجليه في الأرض، فقال عبيد الله: فحدثت به ابن عباس فقال: أتدري من الرجل الذي لم تسمِ عائشة؟ هو علي. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي عن جدي. قال: حدثني عقيل بن خالد، قال ابن شهاب: اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به وجعه استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الارض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل اخر قال عبيد الله فاخبرت عبد الله بالذي قالت عائشه فقال لي عبد الله بن عباس هل تدري من الرجل الاخر الذي لم تسم عائشه قال قلت لا قال ابن عباس هو علي حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني ابي عن جدي حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لقد راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثره مراجعته الا انه لم يقع في قلبي ان يحب الناس بعده رجلا قام مقامه ابدا والا اني كنت ارى انه لن يقوم مقامه احد الا تشاءم الناس به فاردت ان يعدل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر حدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع قال عبد اخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر قال الزهري واخبرني حمزه بن عبد الله بن عمر عن عائشه قالت لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي قال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق اذا قرا القران لا يملك دمعه فلو امرت غير ابي بكر قالت والله ما بي الا كراهيه ان يتشاءم الناس باول من يقوم في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فراجعته مرتين أو ثلاثا فقال ليصلي بالناس أبو بكر فإن كن صواحب يوسف حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصه قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي بالناس قالت فأمروا أبا بكر يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الارض قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار ابي بكر قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر حدثنا من جاب بن الحارث التميمي أخبرنا ابن مسهر حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه وفي حديثهما لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه وفي حديث ابن مسهر فاتي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجلس الى جنبه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وابو بكر يسمعهم التكبير وفي حديث عيسى فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام حا وحدثنا ابن نمير وألفاظهم متقاربة قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشه قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر ان يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم قال عروه فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه فخرج واذا ابو بكر يؤم الناس فلما راه ابو بكر استاخر فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اي كما انت فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء ابي بكر الى جنبه فكان ابو بكر يصلي بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاه ابي بكر حدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قال عبد اخبرني وقال الاخران حدثنا يعقوب وهو ابن ابراهيم بن سعد وحدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك ان ابا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاه كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستر الحجره فنظر إلينا وهو قائم، كأن وجهه ورقة مصحف. ثم تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا. قال: فبهتنا ونحن في الصلاة من فرح بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف، وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خارج للصلاة. فاشار اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ان اتموا صلاتكم قال ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارخى الستر قال فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك وحدثنيه عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن أنس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الإثنين بهذه القصة، وحديث صالح أتم وأشبع، وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعاً عن عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني أنس بن مالك قال: لما كان يوم الاثنين بنحو حديثهما حدثنا محمد بن المثنى وهارون بن عبد الله قالا حدثنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا عبد العزيز عن انس قال لم يخرج الينا نبي الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا فاقيمت الصلاه فذهب ابو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه، فلما وضح لنا وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما نظرنا منظرًا قط كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا، قال: فأومأ نبي الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. وارخى نبي الله صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم نقدر عليه حتى مات حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده عن عبد الملك بن عمير عن ابي برده عن ابي موسى قال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس فقالت عائشه يا رسول الله ان ابا بكر رجل رقيق متى يقم مقامك لا يستطع ان يصلي بالناس فقال مري ابا بكر فليصلي بالناس فانكن صواحب يوسف قال فصلى بهم ابو بكر حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم باب تقديم الجماعه من يصلي بهم اذا تاخر الامام ولم يخافوا مفسده بالتقديم حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاه فجاء المؤذن الى ابي بكر فقال اتصلي بالناس فاقيم قال نعم قال فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاه فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاه فلما اكثر الناس التصفيق التفت فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله عز وجل على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم انصرف فقال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيح للنساء. حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد العزيز يعني ابن ابي حازم وقال قتيبه حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري كلاهما عن ابي حازم عن سهل بن سعد بمثل حديث مالك وفي حديثهما فرفع ابو بكر يديه فحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع اخبرنا عبد الاعلى حدثنا عبيد الله عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال ذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم يصلح بين بني عمرو بن عوف بمثل حديثهم وزاد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم وفيه أن أبا بكر رجع القهقرى، حدثني محمد بن رافع وحسن بن علي الحلواني جميعاً عن عبد الرزاق، قال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد، أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره، أن المغيرة بن شعبة أخبره انه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال المغيره فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط فحملت معه اداوه قبل صلاه الفجر فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الي اخذت اهريق على يديه من الاداوه وغسل يديه ثلاث مرات ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كم جبته، فأدخل يديه في الجبة، حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم توضأ على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف، فصلى لهم. فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى الركعتين فصلى مع الناس الركعه الاخره فلما سلم عبد الرحمن بن عوف قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فافزع ذلك المسلمين فاكثروا التسبيح فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته اقبل عليهم ثم قال احسنتم او قال قد أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. حدثنا محمد بن رافع والحلواني قالا: حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج: حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه. باب تسبيح الرجل وتصفيق المراه اذا نابهما شيء في الصلاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا هارون بن معروف وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أنهما سمعا أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد حرملة في روايته قال ابن شهاب: وقد رأيت رجالا من أهل العلم يسبحون ويشيرون. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الفضيل يعني ابن عياض، حا، وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن همام عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وزاد في الصلاه باب الامر بتحسين الصلاه واتمامها والخشوع فيها حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه: إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. إني لأراكم وراء ظهري. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري. إذا ركعتم وسجدتم. حدثني أبو غسان المسمعي، حدثنا معاذ يعني ابن هشام، حدثني أبي حا، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد، كلاهما عن قتادة عن أنس، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم، وفي حديث سعيد: "إذا ركعتم وإذا سجدتم". باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر، واللفظ لأبي بكر. قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر: "حدثنا علي بن مسهر" عن المختار بن فلفل عن انس قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاه اقبل علينا بوجهه فقال ايها الناس اني امامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف فاني اراكم امامي ومن خلفي ثم قال والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير حا وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. حدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد، كلهم عن حماد. قال خلف: حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد. حدثنا أبو هريرة. قال: قال محمد صلى الله عليه وسلم: اما يخشى الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يامن الذي يرفع راسه في صلاته قبل الامام أن يحول الله صورته في صورة حمار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم، جميعا عن الربيع بن مسلم، حا، وحدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا شعبة، حا، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة، كلهم عن محمد بن زياد، عن ابي هريره، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، غير ان في حديث الربيع بن مسلم: ان يجعل الله وجهه وجه حمار. باب النهي عن رفع البصر الى السماء في الصلاه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب قالا: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش، عن المسيب، عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قالا أخبرنا ابن وهب حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم." باب الأمر بالسكون في الصلاة، والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام، وإتمام الصفوف الأول، والتراص فيها، والأمر بالاجتماع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أسكنوا في الصلاة قال ثم خرج علينا فرانا حلقا فقال ما لي اراكم عزين قال ثم خرج علينا فقال الا تصفون كما تصف الملائكه عند ربها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكه عند ربها قال يتمون الصفوف الاول ويتراصون في الصف وحدثني أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حا وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر: حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده إلى الجانبين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علام تومئون بأيديكم؟ كانها اذناب خيل شمس انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على اخيه من على يمينه وشماله وحدثنا القاسم بن زكريا حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمره قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما شأنكم تشيرون بأيديكم؟ كأنها أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس، وأبو معاوية ووكيع عن الأعمش، عن عمارة بن عمير التيمي، عن أبي معمر، عن أبي مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة، ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافا. وحدثناه إسحاق أخبرنا جرير: حا قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعني ابن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا ابن عيينة بهذا الإسناد نحوه حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وصالح بن حاتم بن وردان قال حدثنا يزيد بن زريع حدثني خالد الحذاء عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمه عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشات الأسواق حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم الصفوف فاني اراكم خلف ظهري حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال اقيموا الصف في الصلاه فان اقامه الصف من حسن الصلاه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، قال: سمعت سالم بن أبي الجعد الغطفاني، قال: سمعت النعمان بن بشير، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا ابو خيثمه عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كانما يسوي بها القداح حتى راى انا قد عقلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم، أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: حدثنا أبو الأحوص حا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة بهذا الإسناد نحوه، حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا اليه ولو يعلمون ما في العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا ابو الاشهب عن ابي نظره العبدي عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى في اصحابه تاخرا فقال لهم تقدموا فاتموا بي وليأتم بكم من بعدكم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا بشر بن منصور عن الجريري، عن ابي نضرة عن ابي سعيد الخدري. قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما في مؤخر المسجد. فذكر مثله حدثنا ابراهيم بن دينار ومحمد بن حرب الواسطي قالا حدثنا عمرو بن الهيثم ابو قطن حدثنا شعبه عن قتاده عن خلاس عن ابي رافع عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون او يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعه وقال ابن حرب: الصف الاول ما كانت الا قرعه. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن سهيل عن ابيه. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال اولها، وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها، وشرها اولها. حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن سهيل بهذا الاسناد باب امر النساء المصليات وراء الرجال الا يرفعن رؤوسهن من السجود حتى يرفع الرجال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال لقد رأيت الرجال عاقدي أزرهم في أعناقهم مثل الصبيان من ضيق الأزر خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قائل: «يا معشر النساء، لا ترفعن رؤوسكن حتى يرفع الرجال، باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، وأنها لا تخرج مطيبة». حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري: سمع سالما يحدث عن ابيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. حدثني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد اذا استاذنكم اليها قال فقال بلال بن عبد الله والله لنمنعهن قال فاقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط وقال اخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي وابن ادريس قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. حدثنا ابن نمير، حدثنا أبي، حدثنا حنظلة قال: سمعت سالمًا يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذنكم نساؤكم إلى المساجد فأذنوا لهن. حدثنا أبو كُريب: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء من الخروج الى المساجد بالليل فقال ابن لعبد الله بن عمر لا ندعهن يخرجن فيتخذنه دغلا قال فزبره ابن عمر وقال اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا ندعهن. حدثنا علي بن خشرم اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. حدثنا محمد بن حاتم وابن رافع قال حدثنا شبابه حدثني ورقاء عن عمرو. عن مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذنوا للنساء بالليل إلى المساجد فقال ابن له يقال له واقد إذا يتخذنه دغلا قال فضرب في صدره وقال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لا حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ حدثنا سعيد يعني ابن أبي أيوب حدثنا كعب بن علقمه عن بلال بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد اذا استاذنوكم فقال بلال والله لنمنعهن فقال له عبد الله اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول انت لنمنعهن حدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب: أخبرني مخرمة عن أبيه عن بسر بن سعيد، أن زينب الثقفية كانت تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا شهدت إحداكن العشاء فلا تطيب تلك الليلة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن عجلان حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زينب امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن محمد ابن عبد الله بن أبي فروة عن يزيد بن خصيفة، عن بسر بن سعيد، عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امراة اصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الاخرة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا سليمان يعني ابن بلال، عن يحيى وهو ابن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، انها سمعت عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني اسرائيل قال فقلت لعمره انساء بني اسرائيل منعن المسجد قالت نعم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حا قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا سفيان بن عيينه حا قال وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو خالد الاحمر حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد مثله باب التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسده حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وعمر الناقد جميعا عن هشيم قال ابن الصباح حدثنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمع ذلك المشركون، سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك فيسمع المشركون قراءتك. ولا تخافت بها عن أصحابك أسمعهم القرآن ولا تجهر ذلك الجهر وابتغ بين ذلك سبيلا يقول بين الجهر والمخافتة حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، في قوله عز وجل ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قالت أنزل هذا في الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد يعني بن زيد، حا، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة ووكيع، حا، قال وحدثنا أبو كريب، حدثنا أبو معاوية، كلهم عن هشام بهذا الإسناد مثله. باب الاستماع للقراءة. وحدثنا قتيبه بن سعيد وابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلهم عن جرير قال ابو بكر حدثنا جرير بن عبد الحميد عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه جبريل بالوحي كان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه فكان ذلك يعرف منه فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به اخذه ان علينا جمعه وقرانه ان علينا ان نجمعه في صدرك وقرانه فتقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه قال انزلناه فاستمع له ان علينا بيانه ان نبينه بلسانك فكان اذا اتاه جبريل اطرق فاذا ذهب قراه كما وعده الله حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو عوانه عن موسى بن ابي عائشه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة. كان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس: أنا أحركهما كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، فحرك شفتيه. فانزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه قال جمعه في صدرك ثم تقراه فاذا قراناه فاتبع قرانه قال فاستمع وانصت ثم ان علينا ان تقراه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتاه جبريل استمع فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه عامدين الى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وارسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين الى قومهم فقالوا ما لكم قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وارسلت علينا الشهب قالوا ما ذاك الا من شيء حدث فاضربوا مشارق الارض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الارض ومغاربها فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامه وهو بنخل عامدين الى سوق عكاظ وهو يصلي باصحابه صلاه الفجر فلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا الى قومهم فقالوا يا قومنا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به ولن نشرك بربنا احدا فانزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الاعلى عن داود عن عامر قال سالت علقمه هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن قال فقال علقمه انا سالت ابن مسعود فقلت هل شهد احد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليله الجن قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال اتاني داعي الجن فذهبت معه فقرات عليهم القران قال فانطلق بنا فارانا اثارهم واثار نيرانهم وسالوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في ايديكم اوفر ما يكون لحما وكل بعره علف لدوابكم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم.» وحدثنيه علي بن حجر السعدي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داوود بهذا الإسناد إلى قوله: «وآثار نيرانهم». قال الشعبي: «وسألوه الزاد، وكانوا من جن الجزيرة. الى اخر الحديث من قول الشعبي مفصلا من حديث عبد الله وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا عبد الله بن ادريس عن داود عن الشعبي عن علقمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله واثار نيرانهم ولم يذكر ما بعده حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن ابي معشر عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله قال لم اكن ليله الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووددت اني كنت معه حدثنا سعيد بن محمد الجرمي وعبيد الله بن سعيد قالا حدثنا ابو اسامه عن مسعر عن معن قال سمعت أبي قال: سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمعوا القرآن؟ فقال: حدثني أبوك يعني ابن مسعود أنه آذنته بهم شجرة، باب القراءة في الظهر والعصر، وحدثنا محمد بن المثنى العنزي، حدثنا ابن أبي عدي عن الحجاج يعني الصواف. عن يحيى وهو ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة وأبي سلمة، عن أبي قتادة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا همام وأبان بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة. ويسمعنا الآية أحيانا، ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة جميعا عن هشيم. قال يحيى: أخبرنا هشيم عن منصور عن الوليد بن مسلم عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري. قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألف لام، ميم. تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر، على النص من ذلك ولم يذكر أبو بكر في روايته ألف لام ميم تنزيل وقال قدر ثلاثين آية حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا أبو عوانة عن منصور عن الوليد أبي بشر عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية، أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة خمس عشرة آية، وفي الأخريين قدر نصف ذلك. حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمره ان اهل الكوفه شكوا سعدا الى عمر بن الخطاب فذكروا من صلاته فارسل اليه عمر فقدم عليه فذكر له ما عابوه به من امر الصلاه فقال اني لاصلي بهم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اخرم عنها اني لاركد بهم في الاوليين واحذف في الاخريين فقال ذاك الظن بك ابا اسحاق حدثنا قتيبه بن سعيد واسحاق بن ابراهيم عن جرير عن عبد الملك بن عمير بهذا الاسناد وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبه عن ابي عون قال سمعت جابر بن سمره قال عمر لسعد: قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين. وما آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ذاك الظن بك أو ذاك ظني بك. وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر. عن عبد الملك وأبي عون عن جابر بن سمرة بمعنى حديثهم وزاد فقال تعلمني الأعراب بالصلاة حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني بن مسلم عن سعيد وهو ابن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يتوضأ، ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. وحدثني محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن ربيعة قال حدثني قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور عليه. فلما تفرق الناس عنه قلت اني لا اسالك عما يسالك هؤلاء عنه قلت اسالك عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لك في ذاك من خير فاعادها عليه فقال كانت صلاه الظهر تقام فينطلق احدنا الى البقيع فيقضي حاجته ثم ياتي اهله فيتوضا ثم يرجع الى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى باب القراءة في الصبح وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد بن رافع وتقارب في اللفظ حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن عباد بن جعفر يقول أخبرني أبو سلمة بن سفيان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن المسيب العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة، فاستفتح سورة المؤمنين حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى. محمد بن عباد يشك أو اختلفوا عليه. أخذت النبي صلى الله عليه وسلم سعله فركع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك، وفي حديث عبد الرزاق فحذف فركع، وفي حديثه وعبد الله بن عمرو ولم يقل ابن العاص. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى بن سعيد حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حا وحدثني أبو كُريب واللفظ له أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال: حدثني الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس عس حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين حدثنا أبو عوانه عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرا قاف والقرآن المجيد، حتى قرأ: والنخل باسقات. قال: فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك وابن عيينة حا وحدثني زهير بن حرب، حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة، عن قطبة بن مالك: سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر، والنخل باسقات لها طلع نضيد. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة، عن عمه انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فقرا في اول ركعه والنخل باسقات لها طلع نضيد وربما قال قاف حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن علي عن زائده حدثنا سماك بن حرب عن جابر بن سمره قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران المجيد وكان صلاته بعد تخفيفا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قالا حدثنا يحيى بن ادم حدثنا زهير عن سماك قال سالت جابر بن سمره عن صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يخفف الصلاه ولا يصلي صلاه هؤلاء قال وانباني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الفجر بقاف والقران ونحوها وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى وفي العصر نحو ذلك وفي الصبح أطول من ذلك. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الاعلى وفي الصبح بأطول من ذلك. وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يزيد بن هارون عن التيمي عن ابي المنهال عن ابي برزه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من الستين الى المئه. وحدثنا ابو كُريب حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر ما بين الستين إلى المائة آية حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال إن أم الفضل بنت الحارث سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد، قالا: حدثنا سفيان حا قال وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر حا قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد وزاد في حديث صالح ثم ما صلى بعد حتى قبضه الله عز وجل حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا بالطور في المغرب وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالا حدثنا سفيان، حا، قال: وحدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، حا، قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، وعبد بن حميد، قالا: أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثله. باب القراءة في العشاء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا ابي حدثنا شعبه عن عدي قال سمعت البراء يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في سفر فصلى العشاء الاخره فقرا في احدى الركعتين والتين والزيتون حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب انه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء فقرأ بالتين والزيتون. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرا في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت احدا احسن صوتا منه حدثني محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ياتي فيام قومه فصلى ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم اتى قومه فامهم فافتتح بسورة البقرة فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف فقالوا له أنا فقت يا فلان قال لا والله ولآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا أصحابنا واضح نعمل بالنهار وإن معاذا صلى معك العشاء ثم أتى فافتتح بسورة البقرة فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على معاذ فقال يا معاذ أفتان أنت اقرأ بكذا واقرأ بكذا قال سفيان فقلت لعمر إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال اقرأ والشمس وضحاها والضحى والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى، فقال عمرو: نحو هذا. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حا. قال: وحدثنا ابن رمح أخبرنا الليث عن أبي الزبير، عن جابر أنه قال: صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحابه العشاء، فطول عليهم. فانصرف رجل منا فصلى فاخبر معاذ عنه فقال انه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتريد ان تكون فتانا يا معاذ اذا اممت الناس فاقرا بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الاعلى واقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى. حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. حدثنا قتيبه بن سعيد وابو الربيع الزهراني قال ابو الربيع حدثنا حماد حدثنا ايوب عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ياتي مسجد قومه فيصلي بهم باب امر الائمه بتخفيف الصلاه في تمام وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا هشيم عن اسماعيل بن ابي خالد عن قيس عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لاتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم ووكيع حا قال وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حا وحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، كلهم عن إسماعيل، في هذا الإسناد، بمثل حديث هشيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا المغيرة، وهو ابن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف" فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ما قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف، وإذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. وحدثنا حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب، قال أخبرني يونس عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث: حدثني أبي، حدثني الليث بن سعد، حدثني يونس عن ابن شهاب، حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن، انه سمع ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله غير انه قال بدل السقيم الكبير حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا موسى بن طلحه حدثني عثمان بن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ام قومك قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا قال ادنه فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال ام قومك فمن ام قوما فليخفف فان فيهم الكبير وان فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة وإذا صلى أحدكم وحده فليصل كيف شاء حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن أبي العاص قال آخر ما عهد إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أممت قومًا فأخف بهم الصلاة. وحدثنا خلف بن هشام وأبو الربيع الزهراني، قالا: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجز في الصلاة ويتمّ. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، قال يحيى أخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب، وقتيبة بن سعيد، وعلي بن حجر. قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن انس قال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع امه وهو في الصلاه فيقرا بالسوره الخفيفه او بالسوره القصيره. وحدثنا محمد بن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف من شدة وجد أمه به، باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري، كلاهما عن أبي عوانة، قال حامد: حدثنا ابو عوانه عن هلال بن ابي حميد عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب بن قال رمقت الصلاه مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري: حدثنا أبي: حدثنا شعبة عن الحكم قال: غلب على الكوفة رجل قد سماه زمن بن الأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي، فإذا رفع رأسه من الركوع، قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، وإذا رفع رأسه من الركوع، وسجوده، وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى، فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، ان مطر بن ناجيه لما ظهر على الكوفه امر ابا عبيده ان يصلي بالناس وساق الحديث حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال اني لا ال ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه. كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي. وإذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي، حدثنا بهز حدثنا حماد. أخبرنا ثابت عن أنس قال: ما صليت خلف احد اوجز صلاه من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربه وكانت صلاه ابي بكر متقاربه فلما كان عمر بن الخطاب مد في صلاه الفجر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم. باب متابعة الإمام والعمل بعده. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني ابو اسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الانطاكي حدثنا ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن محارب بن دثار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، لم نزل قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الأرض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب وابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينه، حدثنا أبان وغيره عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد. فقال زهير: حدثنا سفيان قال: حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال: حتى نراه يسجد. حدثنا محرز بن عون بن أبي عون: حدثنا خلف بن خليفة الأشجعي أبو أحمد عن الوليد بن سريع مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس وكان لا يحني رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن أبي أوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد. حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن مجزاه بن زاهر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي حا، قال: وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد. وفي رواية معاذ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن، وفي رواية يزيد: من الدنس. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، أخبرنا مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس، عن قزعة عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد. ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هشيم بن بشير، أخبرنا هشام بن حسان، عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن نمير، حدثنا حفص، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا قيس بن سعد عن عطاء، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قوله: "وملء ما شئت من شيء بعد، ولم يذكر ما بعده". باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب، قالوا حدثنا سفيان بن عيينه، اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد، عن ابيه عن ابن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره، والناس صفوف خلف ابي بكر، فقال: ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا فاما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن ان يستجاب لكم قال ابو بكر حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس قال: كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر ورأسه معصوب في مرضه الذي مات فيه فقال: اللهم هل بلغت ثلاث مرات إنه لم يبقَ من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبد أو ترى له، ثم ذكر بمثل حديث سفيان. حدثني أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني إبراهيم بن عبد الله بن حنين أن أباه حدثه أنه سمع علي بن أبي طالب قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا وحدثنا ابو كريب محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن الوليد يعني ابن كثير حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه انه سمع علي بن ابي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. وحدثني أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا اقول نهاكم حدثنا زهير بن حرب واسحاق قالا اخبرنا ابو عامر العقدي حدثنا داود بن قيس حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي قال نهاني حبي صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع، حا، وحدثني عيسى بن حماد المصري، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب، حا، قال وحدثني هارون بن عبد الله، حدثنا ابن أبي فديك، حدثنا الضحاك بن عثمان، حا، قال وحدثنا المقدمي، حدثنا يحيى وهو القطان، عن ابن عجلان، حا. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة بن زيد حا قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر أخبرني محمد وهو ابن عمرو حا قال وحدثني هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك وابن عجلان فانهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا نهاني عن قراءه القران وانا راكع ولم يذكروا في روايتهم النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن اسلم والوليد بن كثير وداوود بن قيس. وحدثناه قتيبة عن حاتم بن اسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الله بن حنين، عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن ابي بكر بن حفص، عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس إن انه قال نهيت ان اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسناد عليا باب ما يقال في الركوع والسجود وحدثنا هارون بن معروف وعمر بن سواد قالا حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر انه سمع ابا صالح زكوان يحدث عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثر الدعاء وحدثني ابو الطاهر ويونس بن عبد الاعلى قالا اخبرنا ابن وهب اخبرني يحيى بن ايوب عن عماره بن غزيه عن سمي مولى ابي بكر عن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعلانيته وسره حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم قال زهير: حدثنا جرير عن منصور، عن ابي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. قالت: قلت يا رسول الله: ما هذه الكلمات التي أراك أحدثتها تقولها؟ قال: جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة. حدثني محمد بن رافع، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا مفضل عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح، عن مسروق، عن عائشة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزل عليه اذا جاء نصر الله والفتح يصلي صلاه الا دعا او قال فيها سبحانك ربي وبحمدك اللهم اغفر لي حدثني محمد بن المثنى حدثني عبد الاعلى حدثنا داود عن عامر عن مسروق عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قول سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقد رأيتها إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره، إنه كان توابا. وحدثني حسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قالا: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: قلت لعطاء: كيف تقول أنت في الركوع؟ قال: أما سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت، فأخبرني ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فظننت أنه ذهب إلى بعض نسائه، فتحسست ثم رجعت، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك لا اله الا انت فقلت بابي انت وامي اني لفي شان وانك لفي اخر حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو اسامه حدثني عبيد الله بن عمر عن محمد بن يحيى بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره عن عائشه قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد، وهما منصوبتان، وهو يقول: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك». حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا محمد بن بشر العبدي حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مطرف بن عبد الله بن الشخير ان عائشه نباته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح حدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابو داود حدثنا شعبه اخبرني قتاده قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير قال ابو داود وحدثني هشام عن قتاده عن مطرف عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث باب فضل السجود والحث عليه حدثني زهير بن حرب حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الاوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي حدثني معدان بن ابي طلحه اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنه او قال قلت باحب الاعمال الى الله فسكت ثم سالته فسكت ثم سالته الثالثه فقال سالت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثره السجود لله فانك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه قال معدان ثم لقيت ابا الدرداء فسالته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. حدثنا الحكم بن موسى أبو صالح، حدثنا هقل بن زياد، قال: سمعت الأوزاعي قال: حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثني أبو سلمة، حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سل. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، باب أعضاء السجود، والنهي عن كف الشعر والثوب، وعقص الرأس في الصلاة، وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني، قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة، ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى، وقال أبو الربيع: على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين. والقدمين والجبهة. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد وهو ابن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار، عن طاووس عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة. عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبع ونهي ان يكفت الشعر والثياب حدثنا محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا وهيب حدثنا عبد الله بن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والرجلين، وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب ولا الشعر. حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، حدثني ابن جريج عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن عبد الله بن عباس، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبع ولا اكفت الشعر ولا الثياب الجبهه والانف واليدين والركبتين والقدمين حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم عن عامر بن سعد عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطراف، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري، أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه، أن كُريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس، انه راى عبد الله بن الحارث يصلي وراسه معقوص من ورائه فقام فجعل يحله فلما انصرف اقبل الى ابن عباس فقال ما لك وراسي فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف باب الاعتدال في السجود ووضع الكفين على الأرض ورفع المرفقين عن الجنبين ورفع البطن عن الفخذين في السجود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قالا: حدثنا محمد بن جعفر، حا، قال: وحدثنيه يحيى بن حبيب، حدثنا خالد يعني بن الحارث، قالا: حدثنا شعبة بهذا الإسناد، وفي حديث ابن جعفر: "ولا يتبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب". حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا عبيد الله بن إياد عن إياد عن البراء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به، وصفة الركوع والاعتدال منه، والسجود والاعتدال منه، والتشهد بعد كل ركعتين من الرباعية. وصفة الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا بكر وهو ابن مضر، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، عن عبد الله بن مالك بن بحينة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. حدثنا عمرو بن سواد أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرنا عمرو بن الحارث والليث بن سعد كلاهما عن جعفر بن ربيعة بهذا الإسناد. وفي رواية عمرو بن الحارث، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه. وفي رواية الليث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه. حدثنا يحيى بن يحيى وابن أبي عمر جميعاً عن سفيان. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم. عن عمه يزيد بن الأصم. عن ميمونة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه أخبره عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد خوّى بيديه يعني جنّح، حتى يرى وضح إبطيه من ورائه، وإذا قعد اطمأن على فخذه اليسرى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، وإسحاق بن إبراهيم، واللفظ لعمرو، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا وكيع. حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن ميمونة بنت الحارث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد جاف حتى يرى من خلفه وضح إبطيه قال وكيع يعني بياضهما حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابو خالد يعني الاحمر عن حسين المعلم حا قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا عيسى بن يونس حدثنا حسين المعلم عن بديل بن ميسره عن ابي الجوزاء عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاه بالتكبير والقراءه بالحمد لله رب العالمين وكان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان اذا رفع راسه من السجده لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيه وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى وكان ينهى عن عقبه الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. وفي رواية ابن نمير عن أبي خالد: "وكان ينهى عن عقب الشيطان". باب سترة المصلي، حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد، وأبو بكر بن أبي شيبة. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخران: "حدثنا أبو الأحوص". عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبال من مر وراء ذلك وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال ابن نمير حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر بين يديه. وقال ابن نمير: فلا يضره من مر بين يديه حدثنا زهير بن حرب حدثنا عبد الله بن يزيد اخبرنا سعيد بن ابي ايوب عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه انها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ستره المصلي فقال مثل مؤخره الرحل حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الله بن نمير حا وحدثنا ابن نمير واللفظ له حدثنا ابي حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج يوم العيد امر بالحربه فتوضع بين يديه فيصلي اليها والناس وراءه وكان يفعل ذلك في السفر فمن ثم اتخذها الامراء حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر، حدثنا عبيد الله عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز، وقال أبو بكر: يغرز، العنزة ويصلي إليها. زاد بن أبي شيبة، قال عبيد الله: وهي الحربة. حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا معتمر بن سليمان، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته وهو يصلي إليها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته. وقال ابن نمير: ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال زهير حدثنا وكيع حدثنا سفيان حدثنا عون بن ابي جحيفه عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكه وهو بالابطح في قبه له حمراء من ادم قال فخرج بلال بوضوئه فمن نائل وناضح قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه قال فتوضأ وأذن بلال قال فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قال ثم ركزت له عنزه فتقدم فصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع ثم صلى العصر ركعتين ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع الى المدينه حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز حدثنا عمر بن ابي زائده حدثنا عون بن ابي جحيفه ان اباه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبه حمراء من ادم ورايت بلالا اخرج وضوءا فرايت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن اصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه اخذ من بلل يد صاحبه ثم رايت بلالا اخرج عنزه فركزها وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرة فصلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون بين يدي العنزة حدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قالا أخبرنا جعفر بن عون أخبرنا أبو عميس حا قال وحدثني القاسم بن زكريا حدثنا حسين بن علي عن زائدة قال حدثنا مالك بن مغول كلاهما عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث سفيان وعمر بن أبي زائدة، يزيد بعضهم على بعض، وفي حديث مالك بن مغول: "فلما كان بالهاجرة خرج بلال فنادى بالصلاة". حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن الحكم، قال: سمعت أبا جحيفة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء، فتوضأ فصلى الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة. قال شعبة: وزاد فيه عون عن أبيه أبي جحيفة. وكان يمر من ورائهما المراه والحمار وحدثني زهير بن حرب ومحمد بن حاتم قالا حدثنا ابن مهدي حدثنا شعبه بالاسنادين جميعا مثله وزاد في حديث الحكم فجعل الناس ياخذون من فضل وضوئه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد. حدثنا حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب اخبرني يونس عن ابن شهاب اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه ان عبد الله بن عباس اخبره انه اقبل يسير على حمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي بمنى في حجه الوداع يصلي بالناس قال فسار الحمار بين يدي بعض الصف ثم نزل عنه فصف مع الناس حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد قال والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعرفة حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد ولم يذكر فيه منن ولا عرفه وقال في حجه الوداع او يوم الفتح باب منع المار بين يدي المصلي حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن زيد بن اسلم عن عبد الرحمن بن ابي سعيد عن ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه وليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا سليمان بن المغيرة، حدثنا ابن هلال يعني حميدة. قال: بينما أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا، إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت من أبي سعيد ورأيت منه. قال: بينما انا مع ابي سعيد يصلي يوم الجمعه الى شيء يستره من الناس اذ جاء رجل شاب من بني ابي معيط اراد ان يجتاز بين يديه فدفع في نحره فنظر فلم يجد مساغا الا بين يدي ابي سعيد فعاد فدفع في نحره اشد من الدفعه الاولى فمثل قائما فنال من ابي سعيد ثم زاحم الناس فخرج فدخل على مروان فشكى إليه ما لقي، قال: ودخل أبو سعيد على مروان، فقال له مروان: ما لك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره. فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. حدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان، عن صدقة بن يسار، عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه. فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. حدثني إسحاق بن إبراهيم أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا الضحاك بن عثمان، حدثنا صدقة بن يسار قال: سمعت ابن عمر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن أبي النضر عن مسر بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم يساله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي قال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه قال أبو النضر: لا أدري. قال أربعين يوما أو شهرا أو سنه. حدثنا عبد الله بن هاشم بن حيان العبدي. حدثنا وكيع عن سفيان عن سالم أبي النضر. عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني أرسل إلى أبي جهيم الأنصاري. ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فذكر بمعنى حديث مالك. باب دنو المصلي من السترة. حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي، حدثنا ابن أبي حازم، حدثني أبي عن سهل بن سعد الساعدي، قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى، واللفظ لابن المثنى. قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن المثنى: حدثنا حماد بن مسعدة عن يزيد يعني ابن أبي عبيد، عن سلمة وهو ابن الأكوع أنه كان يتحرى موضع مكان المصحف يسبح فيه، وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ذلك المكان، وكان بين المنبر والقبلة قدر ممر الشاه. حدثناه محمد بن المثنى حدثنا مكي، قال يزيد اخبرنا، قال: كان سلمة يتحرى الصلاة عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت له يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. باب قدر ما يستر المصلي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا إسماعيل بن علية حا قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال يا ابن أخي: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا سليمان بن المغيرة حا قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا وهب بن جرير حدثنا أبي حا قال وحدثنا اسحاق ايضا اخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت سلمى بن ابي الزيال حا قال وحدثني يوسف بن حماد المعني حدثنا زياد البكائي عن عاصم الاحول كل هؤلاء عن حميد بن هلال باسناد يونس كنحو حديثه وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا المخزومي حدثنا عبد الواحد وهو ابن زياد حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الاصم حدثنا يزيد بن الاصم عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب ويقي ذلك مثل مؤخره الرحل باب الاعتراض بين يدي المصلي حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عروه عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين القبلة كاعتراض الجنازه حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاته من الليل كلها، وأنا معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وحدثني عمرو بن علي، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص، عن عروة بن الزبير، قال: قالت عائشة: ما يقطع الصلاة؟ قال فقلنا المرأة والحمار. فقالت إن المرأة لدابة سوء. لقد رأيتني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي. حدثنا عمرو الناقد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث حا. قال وحدثنا عمر بن حفص بن غياث واللفظ له حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثني إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال الأعمش وحدثني مسلم عن مسروق عن عائشة وذكر عندها ما يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة فقالت عائشة قد شبهتمونا بالحمير والكلاب والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وإني على السرير بينه وبين القبلة مضطجعة، فتبدو للحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنسل من عند رجليه. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، عن عائشة قالت: عدلتمونا بالكلاب والحمر، لقد رأيتني مضطجعة على السرير. فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتوسط السرير فيصلي، فأكره أن أسنحه، فأنسل من قبل رجلي السرير حتى أنسل من لحافي. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي النضر، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، حا، قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عباد بن العوام، جميعا عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: حدثتني ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وانا حذاءه، وانا حائض، وربما اصابني ثوبه اذا سجد. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وزهير بن حرب. قال زهير: حدثنا وكيع، حدثنا طلحة بن يحيى عن عبيد الله بن عبد الله. قال سمعته عن عائشه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا الى جنبه وانا حائض وعلي مرط وعليه بعضه الى جنبه باب الصلاه في ثوب واحد وصفه لبسه حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره أن سائلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: لكلكم ثوبان؟ حدثني حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس حا، قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث، وحدثني أبي عن جدي، قال: حدثني عقيل بن خالد، كلاهما عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب وابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال عمرو حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريره قال نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايصلي احدنا في ثوب واحد فقال أو كلكم يجد ثوبين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء حدثنا أبو كُريب حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن أبي سلمة أخبره قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن وكيع قال: حدثنا هشام بن عروه بهذا الاسناد غير انه قال متوشحا ولم يقل مشتملا وحدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا حماد بن زيد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمه في ثوب قد خالف بين طرفيه حدثنا قتيبه بن سعيد وعيسى بن حماد قالا حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابي امامه بن سهل بن حنيف عن عمر بن ابي سلمه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه زاد عيسى بن حماد في روايته قال على منكبيه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن أبي الزبير، عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، حا، قال: وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان جميعا بهذا الاسناد، وفي حديث ابن نمير قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني حرملة بن يحيى، حدثنا ابن وهب، اخبرني عمرو ان ابا الزبير المكي حدثه انه رأى جابر بن عبد الله يصلي في ثوب متوشحا به، وعنده ثيابه، وقال جابر: إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. حدثني عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعمرو. قال حدثني عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، حدثني أبو سعيد الخدري أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه. قال: ورأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كُريب قالا: حدثنا أبو معاوية حا. قال: وحدثنيه سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي رواية أبي كُريب: واضعا طرفيه على عاتقيه. ورواية أبي بكر وسويد متوشحا به